GFX Academy. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. برحب بكم معايا في الجزء الأخير من محاضرات ورشة صناعة فورت في ايدنت. معكم مهندس أحمد عبد الرحمن من GFX Academy.net. كلام النهاردة إن شاء الله يكون على عملية الكومبوستنج بين السينما 4D وبين الأفتر إفكت. هو حصل دروب بسيط في عملية الريندر، يعني ساعة ما الريندر كان بيحصل يعني حصل فصل للكهرباء، فملف السينما اصلا كله باظ، يعني ملف المشروع الاساسي كله باظ، عشان كده ما طلعش ملف الاي اي سي اللي هو ملف الكومبوستنج بتاع السينما فور. لكن كان الريندر طلع منه حوالي 127 فريم حاجه زي كده يعني، فكان كافي قوي ان انا اخده لافتر افكت. وبالمره كمان نشوف يعني لو ما خدش الكاميرا ممكن نعمل ايه. يعني هو فعلا لما انا عملت امبورت ما عملش امبورت لا لل 3 دي داتا الكاميرا بتاعه الافتر افكت بتاعه السينما 4 دي، ولا عمل امبورت لللايت اللي كان موجود اللي احنا عملنا له اكسترنال كومبوستنج في السينما 4 دي. طبعا انا يعني هنا هيبان اثر الكومبوزيتنج تاج مش الاكسترنال كومبوستنج، لكن الاكسترنال كومبوستنج هعمل لكم حاجه على السريع كده واوريكم بيجي اللايت شكله ايه في الافتر افكت. هتكلم او هنشوف ايه اللي تم او ايه اللي اتعمل. ده طبعا بعد ما خد الكاستمايزيشن في الادوبي افتر افكت. طيب تعالوا نشوف احنا عملنا ايه. تعالوا نشيل كل الكلام ده ونبدا فريش سين من اول وجديد. طبعا المفترض انك انت ساعه ما تضغط دبل كليك هنا المفروض تجيب ملف الاي اي سي، لكن في حالتنا ما طلعش اصلا ملف الاي اي سي. واحد فيكم يقول لي طب ليه ما فتحتش المشروع بتاع السينما وعملت له سيف مانوالي، يعني سيف بالايد؟ اقول لك اصلا مشروع السينما اساسا باظ، يعني البروجكت اصلا باظ ما عادش بيفتح، يعني تيجي تفتحه لك انون فورميت خلاص الدنيا باظت. ليه؟ هو تقريبا من فصلة الكهرباء فقطع في نص مكان بيعمل ريندر، فتقريبا الستراكشر بتاع الملف باظ يعني. فعامه عشان ما نطولش كتير هنعمل دبل كليك وتعالوا نشوف. اول حاجه الباس دوت ده بتاع الريبونس، لو تفتكروا احنا كنا عملنا كومبوزيتنج تاج للفلور او الريبونس. طب تمام، تعالوا ناخد الباس ده نسلكت اول ايمج، هنقول له اف سيكونس عشان ياخدها كسيكونس ونقول له اوبن. طيب اوريدي احنا عارفين ان ده لو احنا عملنا دبل كليك كده فتحناه في اللاير فيور ومشينا كده هنلاقي ان ده طبعا دي الفا، يعني دي الفا، السواد ده الفا. هنلاقي ان ده الاوبجكت بافر بتاع الفلور. طب عشان ما انتهش هنضغط كده وهنكتب فلور مات. دبل كليك تاني ونروح ناخد بعد كده انا عايز التكست. تمام، عايز التكست اهي اعتقد. طب شوف نتاكد مظبوط، دي التكست اهي برضو تف سيكونس ونعمل اوبن، نضغط انتر ونكتب تكست مات. فاضل بعد كده مين؟ فاضل بعد كده الريندر الاساسي. فاضل الريندر الاساسي على فكره يا اما تاخد البين البي ان جي اللي انت طلعتها خلاص، يا اما تاخد التارجت التي جي اي. التي جي اي دي اصلا ده الملف، اسف يا ربي، التي جي اي ده الملف اللي احنا طلعناه خلاص اللي هو الريندر الاساسي. لكن في ملف اللي هو الملف البي ان جي ده بالالفا، يعني دي غالبا اللي هي سودا او الخلفيه سودا خلاص، دي هنلاقيها الفا. والله اقول لك على حاجه، يعني ممكن ناخد الاثنين عشان اوريكم كمان الفرق بين الاثنين. انا هاخد دي واعمل اوبن، طبعا قلبها هنا بقت تارجا سيكونس، واعمل اوبن بالمنظر ده كده، دبل كليك عشان تشوفوها برضو معايا ويمشي.
خلاص ده الاوبجكت رقم، على فكره هو ده، هو ده تمام. اه ده هو ده فعلا، ده هو اللي فوق، ما فيش مشكله، اي واحد في الاثنين هيمشي يعني. دبل كليك تاني ننزل كده في البي ان جي، فاضل البي ان جي، هو البي ان جي ده الملف الاساسي طبعا، بي ان جي سيكونس. بعد كده نعمل اوبن ونضغط على دي، نكتبها ماستر سين ونضغط انتر. طيب حلو قوي، لو خدنا الماستر سين دي نزلناها هنا، عملنا منها كومبوزيشن جديده، طبعا هي ترانسبيرنت بالمنظر ده كده. طب جميل، واحد يقول لي ده كده جميله قوي، اقول لك لا، انا عايز اعمل كلر بوست، عايز اعمل ظبط للالوان، ادي جلو، اديها زي لايت كده. فانا عايز افصل كل واحده من دول، عايز ده الفلور لوحدها، وعايز التكست لوحدها. طب احنا عشان نفصل كل واحده من دول لوحدها ازاي؟ ده بقى دور الماتس اللي احنا طلعناها. طب تعالوا كده نشوف هنعمل ايه. تعالوا ناخد الفلور مات في كومب لوحدها، طبعا نزلت بالاسم الاصلي، فانا هسميها فلور مات بري كومب، وناخد التكست مات برضو في كومب لوحدها، ودي هنسميها تكست مات بري كومب انتر. كده جميل جدا، انا بس عايز ايه اغير الترتيب، مش مهم، مش مشكله خلاص. طب حلو قوي، هناخد مع كل واحده من دول، كتبت كلمه فلور غلط، ماشي، هناخد مع كل واحده من دول الماستر مات او الماستر سين. ناخد الماستر سين من هنا نحطها هنا، وناخد الماستر سين من هنا نحطها. طب تعالوا كده نفصل زي ما انتم شايفين كده، ايه كده تمام اهو. طيب نفصل بقى، انا عايز من الماستر سين دي تتفصل. بمنتهى البساطه هضغط اف 4 وهقول للمات تحلي محل الالوان فقط في الماستر سين، يبقى محل الالوان فقط او محل الاوبيك فقط، هقول له الفا مات بالمنظر ده كده. اذا زي ما احنا شايفين حلت محل الالفا، بس خلي بالكوا هيطلع فيه مشكله. لو انا خدت مثلا عشان نتست الكيرفس وخدته حطيته على ده وجيت عملت كده، زي ما انتم شايفين حتى لون الكلمه افتحها واغمق. طيب هيبقى ايه الموضوع بقى وايه الحل؟ الحل حاله حاجه بسيطه قوي، ان انا هنزل دي مكان دي بس، واخد المات اللي هي دي تحل محل الالفا، هقول له الفا مات او لوما الفا انفيرتد، واحنا لخبطنا ليه؟ هقول له نوتراك مات. تاني 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 تاني، هي الحته دي بتلخبط شويه، هخلي دي كده جميل، واروح للتراك مات واقول له ايوه هي الفا مات، هي الفا مات مظبوط. امال ليه بقى؟ ناخد دي كده نحطها هنا، ما هو صح، هو كده صح، لان اصلا كده كده التكست هنا اوبيك، المفروض التكست لسه اتفصل هنا، صح صح هو كده صح. طيب يبقى كده احنا فصلنا مين؟ فصلنا الفلور. نفس الموضوع هنا، هضغط اف 4 وهقول له برضو الفا مات، تمام الفا اسف، هنا هتبقى لوما مات مش الفا مات. بصوا دي كده مفصوله هنا، دي كده هنا مفصوله خلاص، ودي برضو على فكره هتبقى لوما مات، اسف مش الفا، هتبقى لوما مات، لان انا عايز المات تحل محل الالوان. معلش يعني شويه كونفيوزنج كده بس معلش. ماشي كده خلصنا، فصلنا الارضيه، تعال نشيل بس الكيرفز ده، وهنا فصلنا التكست. جميل. طب بعد كده، بعد كده نيجي في ريبونز دي،
هنشيل دي عشان اوريكم حاجه معينه، وهروح اخد الفلور مات واخد التكست مات ماشي بالمنظر ده. كده الفلور اهي وكده التكست اهي. بس خلي بالكم من حاجه، شوفوا اللي هيحصل، اللون الابيض بقى الفا، ده العادي لانك انت اصلا هنا خلاص قايل له لوما مات، فلوما مات كده كده هتفرغ الالفا اللي موجوده في التكست. طيب هنعمل ايه الحل؟ خد الماستر سين ده اهي، حطها تحت كده. ايه اللي هيحصل؟ اولا التكست هنا كده ما تأثرتش، مفصوله، ودي كده كده هي فوق خلاص، فدي كده مش باينه. دي هتبان فين بقى؟ هتبان لما دي يظهر فيها حتت شفافه فتتدارى بالشكل ده كده. طيب ما تيجوا بقى نظبط الدنيا شويه. تعالوا نروح على التكست مات. انا بحق يعني اللي انا هعمله ان انا اعمل الكالر كوركشن هنا، يعني بدل ما اقعد اعمله هنا عشان هنا اعمل حاجه ثانيه. تعالوا نروح نعمل الكالر كوركشن، نروح للاير نيو ادجستمنت لاير، تمام، ونروح نحط ممكن نحط تنت، او مش على الادجستمنت لاير، تعالوا نحط تنت على المات نفسها هنا كده، تمام. وتعالوا نقلل الالوان شويه. طبعا هي على طول هتسمع هنا خلاص، يعني نهدي الالوان شويه. وتعالوا نروح على الادجستمنت لاير ونحط فاست بلر. ده حلو قوي يعني، جميل. هنعمل ريبيت اتش بيكسلز ونخلي ده مثلا بمقدار 15. واحد يقول لي انت كده هتلبخ، احنا عايزين نشوف، هقول لك حالا هتشوف اهو. روح بقى على المود وخليه بدل نورمال مثلا اوفرلاي سوفت لايت، يعني العب في الحته دي، سيبك من دول ودول، يعني خليك في الحته في البليند مودز اللي بتشتغل على ايه، على دمج الالوان ببعض. الوان ايه؟ دمج الافكت باللون بدون ما ايه، ما تاثر على حتت الفتحه قوي ولا الحتت الغامقه قوي اللي هي الجزئيه دي. هقول له اوفرلاي، والله يا حلوه بس في هنا بلر. طيب سوفت لايت، طيب بين لايت، وانا متهيألي طب كلر دودج، هي اعتقد كلر دودج حلو، بس لو احنا خلينا ده 10 مثلا، عملنا تي اوباسيتي وقللنا الاوباسيتي شويه، ممكن نزود ده نخليه 22، تمام. على فكره كتير هيقول لي مفيش فرق، هقول لك لا بص كده ماشي، فده كده مظبوط. ممكن في التنت بقى خلاص تتحكم في حيويه الالوان، شايف كده، ممكن اتحكم في حيويه اللون، اعتقد كده جميل قوي. طب كده خلصنا من الجزء ده خلاص. ممكن كمان نحط لاير نيو ادجستمنت لاير وناخد ليفلز دبل كليك، وعلى فكره في عيوب، وناخد كيرفس دبل كليك. ايه بقى العيوب؟ اولا لو احنا خدنا بالنا، خدها قاعده في الكالر كوركشن، لو انت لقيت الليفلز في الهيستوجرام في هنا مسافه فاضيه يعني مسافه فاضيه مش 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 متعرجه، اعرف ان البكسلات دي تقدر تقول عليها بكسلات ميته، يعني ايه، ملهاش لازمه. فتعمل ايه؟ اول حاجه تعملها تشتغل على الار جي بي وتقوم زائق دي لجوه سنه، ودي المهم تخليها على اول الدنيا كده. على فكره انتوا بيتهالك برضو ان مفيش فرق، يعني يا ريت نبص كويس هنلاقي حته من حيويه اللون رجعت تاني. طيب كده الار جي بي. طب ما تيجي نروح للريد، شايفين؟ طيب الجرين، البلو. طيب تعالوا بس الاول نلغي الادجستمنت لاير دي ونرجع للار جي بي تاني، هنلاقيها هنا مش محتاجه ظبط، هنا محتاجه سنه جوه. طبعا
انا لغيت البلر لان كان مأثر على الهيستوجرام بتاع الليفل، فهرجع للريد تاني. طبعا الريد ده على فكره ممكن يبوظ لي الدنيا، فانا هجرب وبعدين هرجع ارجعه. هعمل كده والله حلو. طيب هعمل في الجرين، هاخده كده ماشي، وفي البلو هاخده كده. طب لو انا رجعت بقى، انا متهيألي كده زي جميلة قوي. خلاص كده خلصنا من مين؟ خلصنا من الكالر كوركشن، الا بقى لا. طبعا احنا كده ظبطنا الصورة الاصلية. بعد ما بنفعل الادجستمنت لاير هنظبط الصورة بعد الادجستمنت، بحيث نبقى احنا متأكدين ان احنا كنا شغالين على مظبوط اصلا. ماشي. طبعا واحد يقول لي انت بتعمله ده كله طويل ومش عارف ايه وعلى الفاضي، اقول لك يا سيدي والله اعمله، مش عايز تعمله ما تعملوش. تمام. بس اعتقد ان هي كده متظبطه من هنا ومن هنا كده. برضو ارجع للجرين اشوف عايز سنه، ارجع للبلو سنه. طيب بص بقى، انت كده ظبطت الهايلايتس وظبطت الشادوز. لو عايز تظبط الميد تون، ولو اني اعتقد ان انا مش محتاج اظبط، روح للار جي بي ممكن تلعب في دي. تمام. ممكن عايز الريد ناخد منه شويه ماشي، عايز الجرين اعتقد الجرين محتاج يقل سنه بسيطه، سنه بس لا يزيد سنه بس كده. ده خد البرتقاني بتاعه اهو. بصوا بقى فرق السماء من الارض. لو شلت الليفل لو حطيته، شوف تحس الالوان ووشت اوت، يعني الوان يعني باهته، لكن بالليفلز خدت حيويه وخدت لون وخدت حاجه حلوه يعني. المهم نيجي للكيرفس. الكيرفس بقى اتحكم فيه في ايه؟ ازود الشادوز شويه، اقلل الهايلايتس اللي هنا دي شويه. تمام ماشي. حاجه كده ممكن اسحب الدنيا كده او ازودها كده يعني. وعلى فكره الريفليكشن كده ظهر قوي وبان وتمام. بس كده كفايه قوي لغايه كده ماشي. نيجي بعد كده للتكست مات ماشي. وتعالوا نروح برضو للاير ادجستمنت لاير ودبليكيت الادجستمنت لاير. هنروح لاول ادجستمنت لاير كالعاده، هحط الفاست بلر او 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 لا احط فاست بلر، حط فاست بلر. ونخلي برضو نفس القصه، نخليها كالر دوج ماشي، ونخليه مثلا 20 ريبيت ايدج بيكسلز. خلاص يبقى بالشكل ده كده الخلفيه كده، بحيث نشوف بس الدنيا ماشيه ازاي. والله كويس، بس ممكن ده يقل شويه، نخليه 15 12 في كده. جميل قوي على فكره. خلاص ولو احنا عملنا الخلفيه دي سودا، شوفوا الالوان بتنطق، نطقت يعني الالوان نطقت قوي. طب تعالوا كده ظبطت. طب نروح لمين بقى كالعاده؟ ليفلز، لان انا على فكره ده كان فيه احمر هو ما كانش احمر اصلا، هو كان ازرق بس انا اللي اتدبست وعملته احمر. فهنعمل كده وناخد الكيرفس وهنحطه هنا كده. طيب نظبط بقى. تعالوا الاول نلغي الادجستمنت لاير ونشوف هل التكست مظبوطه ولا. طب الار جي بي كده واضح انه مظبوط. طب الريد، يا ادي الريد شوفوا. طيب الجرين، ادي الجرين. طب البلو رايح ورا الشمس، وادي البلو ماشي. هي دي الالوان اللي انا عايزها. طب تعالوا نروح للار جي بي ونظبط بقى الميد تونز. الميد تونز نظبط الهايلايتس، نظبط الشادوز.
تمام. هيقلي الرد يرجع شوية كده، والجرين يجي كده شوية، والبلو يثبت كده. كده احنا ما غيرناش اللون، كده احنا ظبطنا اللون، كل لون خد لونه، الاورنج اورنج والريد ريد والبينك بينك واليلو يلو، والدنيا كده مظبوطه. ليفلز ليفلز، انا متهيالي ليفلز بس ايه يعني ناخدها لورا سنه كده، نرجع بقى نرجع الاخ ده ونشوف ايه الدنيا. ريد ريد يفتح سنه، جرين ماشي، البلو ماشي، خلاص نتغطيه، والاوباسيتي بس تقل بعض الشيء يعني التاتش بس كده كويس قوي. تعالوا بقى في الجزء اللي جاي نتكلم على ازاي بقى نعمل كونكلوجن او نلم الاثنين على بعض، ونحط الباك جراوند ونحط الفير. السلام عليكم.